وصلنا المحطة الثانية والمهمة والأساسية في شغلنا النهاردة، وهي منطقة طاونت زي ما قلت الأرنبة، وهي الجبانة بتاعت منطقة المقاطعة الخمستاشر، أو زي ما الفرنسويين الألمانيا أستاذ عم بينطقها كيسلر طاطحن، وبيقول البركة، وبيقول إنه كانت المنطقة عند السائر الروماني في بركة، وإن البركة دي كانت لتربية الأيبس وبنى على كده. ولكن أعتقد إن التسمية حتى الأقرب طاونت تبقى تونة، وهي جبانة هامة جدا جدا جدا، هي الامتداد الغربي لعاصمة أخناتون في اللوحة الـ14 بتاعته. حفائر اللي تمت فيها تمت على مدار سنين طويلة جدا، بدأت الحفائر من القرن الـ19، لكن أشهرها اللي قام بيها المرحوم الدكتور سامي جبرة، وكان دايما يقعد في الاستراحة اللي هناك دي. الاستراحة اللي هناك دي لما تقربوا منها افتكروا فيلم دعاء الكروان، دي استراحة طه حسين، وده المكان اللي طه حسين كتب فيه القصة، واحمد مظهر اتضرب بالنار على الباب بتاعها، طبعا كانش فيه لفات. دي الاستراحة بتاعت طه حسين اللي كان هو وسامي جبرة بيقعدوا فيها، الاستراحة المعروفة باسم استراحة دعاء الكروان. بركة الله نبدأ لدرة منطقة طاونت او منطقة تونة الجبل، الدرة بتاعت المكان. المنطقة اللي احنا فيها منطقة او مقبرة، المقبرة العائلية ليه بادي أوزير كبير كهنة جحوتي في الأشمونين، وأبوه وأخوه. إذا المقبرة أبوه وأخوه وهو، وده بير الدفن. المقبرة هنا تسمى منطقة المقبرة المعبد، بنسميها المقبرة المعبد. زي بقول لحضراتكم إن المقبرة تعد عند الفكر بتاعنا مقبرة معبد، بل إنها في العصر الروماني تحولت فعلا لمعبد ومزار ومكان للاستشفاء اللي عاوز يخف. عشان كده هوريكم احنا خارجين بصمات ايد اللي عيان وامه جايه تحط له ايده او بصمه ايده. ليه بنقول على المقبره انها تكاد تكون اقرب لفكر المعبد منها لفكر المقبره؟ لو بصيتوا حضراتكم لوجهه المقبره، اربع اعمده باشكال اعمده مختلفه، واخده شكل السكلين وورز اللي كانت شائعه في مقابر العصر في معابد العصر البطلمي والروماني. المناظر بتاعتها هلاقي البدايه عندي بيتوزيروس هنا واقف، بادي أوزير أندي أوزير واقف بيتعبد قدام المعبود حربة غرد حرس الطفل، وتحت بيتعبد أمام نفتيس وبيقدم لها العطور، وفوق بيقدم أواني الإرتد. ثم الوجه هنا بالقرابين بتتقدم بالكامل، بيقدم القرابين قدام هيئة البابون، بس البابون هنا بصفة تانية معبود القمر، معبود القمر. ثم التقديم بتاعه مرة تانية بيقدم بصفته الكاهن، بيطهر بالإنائين بتوع التطهير، بيقدم أمام أبو منجل. إذن الهيئتين اللي ظهر فيهم جحوتي بأبو منجل أو بهيئة البابون ممثلين عندي. تعالوا نقرأ النص اللي موجود على البوابة، بيقول جد مدوئين ور، جد مدوئين دي التعويذة، ووردز سبوكن بيقولوها بالإنجليزي، هنقولها تلاوة. علامة ور واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، ور خمسة، ورفدو اربر جحوتي كبير خمسة دار جحوتي. مين هم الخمسة بتوع دار جحوتي؟ دول محاكم الاستئناف، المحاكم الكبرى في مصر. فبتوزيروس هنا بيعلن عن نفسه انه كان كبير الخمسة بتوع الدار، او كبير الخمسة بتوع معابد ور اهي ور خمسة بري ان كذا جحوتي حنتر الخادم ان فيدو الخادم ليه واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية، يبقى الحنتر الخادم الاكبر بتاع مين؟ بتاع الثامون. تمام؟ بيكمل معايا النص وبيحكي عن نفسه بيتوزيروس وابوه لغاية النهاية. الوجه على الجانب الاخر بنفس التقديمات، بيحرق البخور وبيقدم القرابين او بيقدم هيئات القرابين المختلفة امامه. دايما حلاقي السكرين وول عليها الاله صاحب المعبد او صاحب اللي هو المعبد منطقة، لكن الكتفين دايما بيبقوا بعيدين عن المعبود، بيبقى الهة تانية متصورة. يعني هنا هلاقي نفتيس وحورس، غالبا هنا لازم الاقي ايزيس، انا ما رحت لهاش، وغالبا هنا هلاقي معاها شكل المعبود شو ده، حربة غرد، حورس وحربة غرد متصور على الجانب المقابل. قدام المقبرة في المكان اللي قدامي ده، المكان اللي ورانا، المكان اللي ورانا ده عبارة عن مبخرة موجودة قدام، شايفين الشكل ده شكل المبخرة، دي التأثير الفارسي واضح فيها. هنلاقي المناظر اللي في الصالة الأولى أول ما ندخل، أو البرونا هوسي يا أستاذ مصطفى، أنت بتتفرج على سقارة بس بزي روماني بزي يوناني. ليه؟ واضح إن بيتوزيروس وعيلته عاشوا على مرحلتين، مرحلة مصر قديم اللي هي جوه، ومرحلة يوناني.
لما خلص المصري القديم خلص جوه الجزء اللي فوق، الجزء اللي تحت كله ما شطبوش، فكملوا في المرحلة التانية. علشان كده بنأرخ المقبرة ما بين 330 و 300، 330 دخول الإسكندر ونهاية الفرعوني، و 300 بداية عصر البطل. تعالوا ندخل ونشوف الحائط الغربي. نبدأ الحوائط مع بعض. نبدأ بالجدار هنا، أدي عملية الميزان. شايفين الميزان المصري؟ لكن لاحظ هنا، شايفين الرداء ده؟ الرداء اللي بيبقى قصير بالثنايات دي بنسميه الخيتون. الخيتون اللي هو رداء بيبقى زي عباية أو زي الملاية اللف أو زي العباية اللي بنلبسها كده، إيه؟ عارفين العباية اللي بتلبس فوق الجلاليب، بتربط الجسم كله. الميزان هنا، الطبة بتاعت الميزان ده منظر السلم أو اللي بتمسك الطبة، ده مش موجود في مصر، لكن منظر الميزان ووزن الأواني ووزن السوائل اللي فيها مصر قديم من سقارة. لكن هيختلف عندي هنا في حاجتين، أولا الملابس، ثانيا تمثيل ملامح الوجه، ثالثا شكل الإناء. بصوا الإناء هنا. طيب دول حاجتين. أنا اتعودت في الجريك روماني يا أستاذ عمرو إن أنا أقرأ هيروغليفي مختلف. هنا الهيروغليفي مصر قديم، بمعنى إن الهيروغليفي صواعب حج جنوب، صواعب حج جنوب، تطهير وتنظيف الفضة. نوب إن حاتي بواسطة الخدم. هنا رئيس العمال واقف وهو الكاتب، وراه أحد الأشخاص أو أحد الأشخاص جالسين التابع بتاعه، وهو مكتوب سيش إيركات، الكاتب المسؤول عن العمل، الكاتب المسؤول عن العمل، وهنا بيقدم له الذهب. إذن هنا بيوزن السبائك، وآذن بيوزن السوائل والأواني، وبيستعمل هنا كل المناظر دي. أقدر أوريها لك في سقارة، لكن بوريها لك بشكل يوناني، أوريها لك هنا، بوريها لك بشكل أو بملامح يونانية. هنا عملية الصناعات الخشبية والطرق عليها، نفس الفكرة. نيجي على الحيطة الغربية. بص الحيطة هنا بقى، دي عودة الرعاة. حد فينا مختلف عن المنظر اللي احنا معتادين فيه في عودة الرعاة؟ هو نفس المنظر، فوق مصارعة الطور اللي بقضي عليه عشان اذبحه. نبدأ المنظر من هنا، نبدأ من هنا المنظر. شايفين المنظر بدايته ايه؟ عجل بيتولد، سقارة بالظبط، العجل الصغير. لكن بصوا للعجل هنا، الحيوانات، الجزء ده في الجسم، إظهار التفاصيل بتاعت الثيران والأبقار، الحركة بتاعت الوش المختلفة والأم بتنظر، الأواني اللي بيحملها الرعاة، عملية حلب البقرة وابنها معاه، ريس العمال اللي واقف في المقابر لابس الخيتون، شفناه كتير في مصر الفرعونية، حنا بيبقى مايل برجله. هنا نفس المنظر الموجود عندي، ريس العمال بينده على اللي قدام إنه يطمن على إيثسا. إيسا يعني حافظ على ابنها، خلي بالك من ده، الهتاف بتاعه بيندهله انه يحافظ على الابن. تحت يجي المنظر، ادي باشد جيجي حوتي ايروف عنخ اللي هو ابو بيتوزيروس، الكاتب بتاعه سيش ان، انا اسف ما تصورش سيش ان، ايه اقرا الكلمه دي، حسب كاتب الحسابات، حسب نفس الكلمه سيش ان، حسب كاتب الحسابات بيمليله بيقول له الدنيا ايه، مين ده؟ وير خمسة اير حج بحنت، كبير الخمسة، كبير الخمسة سخمت، كبير البيوت الخمسة العظيمة، الكاتب الكاهن اللي بيعمل سيش نتر، كاتب الاله ساش سا وير خمسة فلان الفلاني الموجود في البيت اللي هو ابن نفس الوظيفة بتاعت ابوه. هنا شايلين ايه على كتفهم؟ الاواني، الجرار. الجرار دي بتاعت ايه؟ بتاعت العنب، بتاعت النبيذ. بصي حضرتك دكتور ايمان فين؟ ادي النبيذ وعصر العنب وعمليه. بصوا هنا يظهر عندي حاجه جديده مش متعوده، الفرونتر فيو، يجي لي الوجه الامامي. انا دايما في مصر القديمه ما بشوف البورتريه، لا هنا بيظهر الوجه الامامي وعمليه العزل، بعد كده العنب والاشخاص وهم بيجمعوا السنابل بتاعته او بيجمعوا الرموز بتاعته. العنب بالنسبه لي حاجه مهمه جدا، العنب يا استاذ اماني بيرمز عندي للحياه، الريزوركشن، عشان كده اصبح مرتبط باوزوريس، لانه العنب ما برميش بذره في الارض، انا بيبقى فوق وبقص واكمل، فبعيد الحياه مره تانية للي موجود، يبقى هو حي ويكتمل، عشان كده اصبح مرتبط باوزوريس في الحضاره المصريه. طبعا مش محتاج ان انا اقول انه مرتبط بالسيد المسيح والكرمة المقدسه. هنا كارو نو، حس انه الاعمال او التقطيع اللي بيقوم بيه العمال، وبييجوا معاهم الميسو، جايين هم مع مين؟ ايريريت، ايريريت، ايريريت اللي هو بالالبان بتاعتهم، ميسو سن واولادهم معاهم، ليه؟ حركات.
في الشغل. دي نو ونوت اللي جايين بيأدوا الأعمال دوات من الصبح. لمين؟ دوات الثامون العظيم بو نيتي إن تاونت في الأرض أو في المدينة بتاع التاونت إنك كذا اللي بيشتغلوا في الأعمال. هنا بيتم عملية تجميع العنب وهنا عملية العصر وهنا عملية النقل. البنزر السفلي مناظر للصناعات المعتادة والتقدمات، وكأنه هنا بيقدم له مجموعة من الابتهالات أو مجموعة من الأواني أو مجموعة من القلادات اللي كان ممكن إنها توضع. دكتورة هبة القلادات إيه؟ أحد القلادات اللي بتبقى على الرأس. نيجي على الحيطة دي هلاقي فوق آدي رئيس العمال عملية تقطيع سنابل القمح. الست شايفين اللي وراه، شايفين امبارح اللي أستاذة حنان كنا شفناه امبارح وقالت أيوة ده اللي بيحطوا فيه السنابل لما كنا ببني حسن، هو نفسه ده الباسكت. بيجي رئيس العمال بيدي لابنه، ده بيجي في الوسط. دايما هتلاقي نفس المنظر، بقولك المنظر ده لو احنا دخلنا مروروكا ينقصه بس في النص الواد اللي بيعزف على الناي. تنزل الصف اللي بعده رئيس العمال بنفس الشكل، المشرف على الاعمال متكئ، حتى بيقول له رد ايه ريت، يعني رجلي مستنده او كاني رجلي بتضع الامام. بعد كده بييجوا يقطعوا السنابل بتاعه القمح. يجي ده واحد قاعد العمال اللي تعب من العمل، عشان كده هو ده قمح يا دكتور ولا لوتس؟ لا ده لوتس. لوتس ايوه بتعسر. بعد كده بيتم عمليه التجميع بتاعه. تحت بلاقي الشجره المقدسه وامامها ابوه والكاهن قدامه. بصوا منظر الكاهن هنا بالامتلاء بتاعت الجسم ده، المفروض ان ده كاهن السم بيتلقى كل القرابين اللي جايه بتقدم إليه. هنا بيجمع رئيس العمال بيتلقى السوائل والأواني برضو وأشكال للصناعات وبيقدم له منها مسند الرأس. شايفين مسند الرأس واخده في حضه ازاي؟ مسند الرأس والأسرة بتاعته الأساس الجنس. تحت بيجمع مجموعة من السلال، السرير بتاعه اللي بيكتمل بالشكل. أول حاجة عايزة تلفت نظر حضراتكم، احنا دايما لما بندخل بنشرح هنا فوق، عايزكم تبصوا تحت. هو واضح انه خلص الشغل فوق وكان الافريز اللي تحت ناوي يشتغل فنقل بره، فالافريز اللي تحت لو بصيت يا استاذ صالح هتلاقيه كله مكمل للفكره اللي بره، يعني مش مصري، مكمل للشغل اليوناني. ملاحظين هنا السنابل وبعد كده يجي هنا الخدم والخادمات. بصوا نظام الشق الهيماتيون لما يغطي للسيدات الراس. طيب اول منظر والد بتوزيروس قاعد امام مائده القرابين او زي ما سميناها حقل القرابين، وامامه الخادم بتاع او الكاهن ابنه غالبا، ثم الدخول الى قاعه العداله اوزير. بتوزيروس بيتعبد وهنا الاله ماعد، شايفين الريشه هنا ماعد، بتاخد الاب في معيه حورس وبيدخلوا بيه الى معقل أوزير. بعديها يجي ابنه يقدم القرابين الى اثنين او مجموعه من الرموز الالهيه المرتبطه بالاقليم ال15. نيجي الصف اللي تحت هنلاقي التعبد قدام التاسوع الاكبر اتوم. عرفت منين انه اتوم؟ اتوم هو الراجل الوحيد اللي ياخد دبل كراون على راسه، ادي اتوم. شو تفنود، ادي اول ثالوث. بعد كده يتعبد اخو بيتوزيروس امام اوزير ايزيس نفتيس حورس، ثم يتعبد بادي اوزير خادم جحوتي امام حورس وجحوتي، ثم التعبد امام حورس ابن ايزيس واثنين من اولاد حورس من اولاد اوزير الاربعه ايمستي وحابل، ثم التعبد امام حورس وايزيس وخلفهم هيئه الكاهن جد ميدو لا ان ازير ور، ده هو داخل معاهم كانه هيئه الاشابتي بتاعته الهيروغي. هنا بيقول ان هو الموجود هنا عندي اللي هو جد جحوتي ايه اوف عنخ، ده اللي هو ابو بيتوزيروس اسمه هو يا فندم جد جحوتي ايو اف عنخ، يقول جحوتي انه سوف يعيش. عايزكم تشتغلوا بصوا لتحت، معلش انا بناخد الحته توتاله زي ما بنقول. بصوا تحت، تحت واحنا ماشيين نقل الرعاه وهم بينقلوا القرابين او بينقلوا الخيرات بتاعته، لكن لاحظوا استمرار لنظام الفن بره، يعني فوق انا شغال مصر، تحت انا شغال بكمل اليوناني. هنا بلاقي بيتوزيروس بيتعبد امام الكبرى المقدسه اللي بتمثل ساعات الليل، ثم يتعبد جد جحوتي ايوف عنخ
امام مجموعه من ربات الساعات، منها اللي حلاه مسبريت. مسبريت دي احد الساعات المرتبطه بميلاد الشمس، البامي سيتي السيده المرتبطه بالحياه، لو عديناهم هنلاقيهم 12 ساعه برضو بيرمز ال 12 دايما مراحل العمر، ومنها بيجي مناظر القرده التسعه اللي بيرمزوا ليه نشاه وبدايه الحياه وعوده الخلق. تحت حلاقي يكمل التعبد امام الالهه، حلاقي اوزير ورا اوزير موجوده ايزيس، ثم انوبيس موجود وراه جد جحوتي كذا اللي هو بيجي معاهم جد جحوتي ايوف عن هو اللي موجود، لكن بيمثله هنا انوبيس اللي بيقوم بعمليه التحنيط. ثم التعبد لراحو رختي، راحو رختي دايما بعرفه بيه قرص الشمس ومعاه حيه كبرى ووراه شو استاذ حنان شو الريشه مع الدقن تمام، ووراهم اوزير. اجي هنا الاقي ابو بيتوزيروس بيتعبد امام مجموعه من الارواح الالهيه، تسع ارواح الهيه بيتعبد ترمز للتسوع الاكبر. ثم الكاهن الاكبر بيتوزيروس بيجي قدام ابوه كبير كاهن الجحوتي وبيقدم له التراتيل وتقدمه التلاوه اللي هتتقدم للاب على مدار العام. في المواجهه بلاقي المنظر التقليدي الرائع لميلاد الحياه والشمس، شن الحماية من نخبة ووجت ربط الشمال والجنوب، بيطلع من خلالهم الخبر الجوران لميلاد الحياة، جد ندوء خبري جد ندوء جحوتي، وبيتكلم جحوتي كأنه هو اللي بيشرق من خلاله الحياة. الروح اللي عندي دي روح إيزيس، والروح اللي عندي دي روح نفتيسي، الربطين الحاميتين أو اللي بيحموا جد ندوء إيسر. نيجي على الجدار هنا، أدي المعبرة اللي احنا دخلناها، ادي المعبرة اللي احنا فيها دلوقتي تمام، ادي المعبرة. المعبرة قدامها التمثال، الكاهن السم اللي هو الابن بيطهر التمثال بتاع ابوه. ليه التمثال؟ لان الجثة هتنزل البير والتمثال هو اللي هيتلقى كل الخير اللي جاي، فعلشان كده لابد يبقى البخور بانواعه، فخدة الطور، انواع الطيور على الاساس الجنن. طب بيقدم له ايه كمان؟ بيقدم له حاجاته الاساسيه، بيقدم له الكا والاي والبا والغت، بيقدم له اربعه من السبعه بتوعه. انا عندي سبعه، با كا غت شو اي رن اخ، هنا بيقدم لي الاربعه الاساسيين اللي انا الكا اللي هي ايه؟ النفس. الله يفتح عليك، النفس مش القرين، القرين ده تعبير بتاعنا احنا، هي النفس اللي هنا بيقدم له الشيء المادي. انا نفسي اكل، ده ماده ولا معنى؟ ماده، لكن روحي اكل ده المعنى. فالبا والكا النفس والروح. النفس اماره بالسوء، الروح ما تؤمرش لان النفس فيها جزء مادي. فوق بصوا بقى المنظر، مجموعه من الراقصين، شايفين الراقصين اللي ماشيين، الخدم اللي بيرقصوا في الامام، فاكرين لما قلت المؤوم امبارح، فاكرين في بني حسن راقصوا المؤوم، ارجعوا الراقصين والخدم متجمعين ثلاثات، فاكرين راقص المؤوم اللي شرحتهم في بني حسن امبارح، قلت ان في مجموعه من الراقصين بيمشوا قدام الجنازه او مع الجنازه، وظيفتهم انهم كانهم بينثروا الماء على الارواح الشريره عشان تبتعد تماما عن المتوفى. اجي للجزء السفلي اشوف منظر لا يمكن كنت الاقيه قبل كده، التاثير اليوناني واضح جدا. الجثه منقوله على مركب، المركب مش ماشيه في النيل، ده منقوله على عربيه، على عجل، شايفين العجل، عمليه النقل او الشريط واطلاق البخور، وشفنا بعد كده المنظر. بعد وبيجي المنظر الاخير، الاقي الهه الشجره الالهه نيل بتخرج بايديها حامله اناء الماء، شايفين الاناء هنا، وبتطهر الميه قدام ابو بيتوزيروس وزوجته وامه، واقفين وبيتلقوا الماء المقدس من الالهه الشجره اللي ابتهى بالحياه. طب لو هو هنا ملك الهه الشجره هتعمل ايه؟ هترضعه. فاكرين تحطه في الثالث، فاكرين تحطه في الثالث اما موت طلعت من الشجره رضعته، لما دون الملك تطلع من الشجره تديله ميه الحياه او الماء اللي بيحييه. نيجي بعد كده تحت نشوف اخر المناظر، بيتعبد امام ابيه كانه كاهن له. انا كده